الأجور وفرص العمل. تقترح كلينتون لرفع الحد الأدنى للأجور من 7.25 دولارات إلى 12 دولاراً في الساعة. ولزيادة فرص العمل تقترح سن قوانين تساعد على إنشاء المشاريع الصغيرة والقطاعات الحديثة كقطاع التكنولوجيا والطاقة البديلة. بينما يقترح ترامب الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند معدله الحالي وزيادة فرص العمل بالاستثمار في تحديث البنية التحتية ومن خلال تحفيز الشركات الكبرى على التوسع. الضرائب. تسعى كلينتون إلى زيادة الضرائب على المداخيل التي تتخطى 5 ملايين دولار لتصل إلى 43.6%، بينما يسعى ترامب إلى تخفيض الضرائب على المداخيل العالية لتصل أقصاها إلى نسبة 25% مقارنة بنسبة 39.6% الحالية، وإلى تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى. التجارة. لم تقدم هيلاري كلينتون بديلاً واضحاً لمعاهدات التجارة الحرة التي دعمتها قبل ترشيحها، بينما يعد ترامب بإلغاء هذه المعاهدات التي وقعها الديمقراطيون ويعزو إليها سبب تراجع القطاع الصناعي.